وإلى جدل في مصر بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. مشاهدينا، الرياضة عالم من المنافسة التي تحتمل الفوز والخسارة، وهذا هو الحال في مصر أيضا، إلا أن كرة السلة للسيدات شهدت حادثة فريدة من نوعها أدحت حديث الساعة. ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري السوبر، تعرض فريق سلة سيدات الزمالك يوم الأحد لخسارة موجعة أمام الأهلي بنتيجة 122 نقطة مقابل 52. خسارة ثقيلة. هذه الخسارة قوبلت بعقوبة صادمة، إذ أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور تسريح الفريق لأنه لا يستحق الاستمرار حسب وصفه، واستبداله بفريق 18 عاما لخوض المنافسات القادمة، كما اتهم اللاعبات بالاستهتار وقال إن عليهن أن يذهبن للطبخ أو الزواج. منصور أعلن أيضا تسريح فريق كرة الماء تحت السن وتوفير المال لألعاب أخرى مثل كرة اليد والطائرة والسلة. هذه التصريحات أثارت جدلا واسعا وفسرها كثيرون بالإهانة للمرأة المصرية، كما استنكروا استبدال الفريق بدلا من استبدال المدرب كما جرت العادة في عالم الرياضة. هنا مثلا حامد الجملاوي يقول إن الفريق الخاسر عادة ما يتعرض للسخرية، لكن السخرية التي تعرض لها فريق الزمالك برأيه لم تكن بسبب الخسارة بل لأنه فريق نسائي. بينما استنكر أحمد الشريف قرار منصور الاستغناء عن الفريق بهذه الطريقة، ودعا لاحترام مشاعر النساء وحفظ كرامتهن دون تجريح وفقا لتعبيره. أما جمال محمد فقال إنه يجب الاستغناء عن أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لأنه المسؤول عن فشل الفريق حسب تعبيره.